السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أبنائي وبناتي أخواني وأخواتي أحبائي وأعزائي وأينما كنتم وارتحلتم. بداية وقبل كل شيء أريد أن أقول لكم مرحبا بكم في كاسيد السنة أولى بكالوريا قربات وجات كونفوكاسيو لاحوها اليوم حطوها اليوم مهم تلك كونفوكاسيو جات مراكز الامتحان أعلن عنها والمراكز الامتحان ثم وضعها وتحديدها لأغلب الشعب والمسالك والبقية تأتي غدا أو بعد غد نستكمل معرفة كل مراكز الامتحان وعليه لم يبقى لنا إلا أن نشد الرحال صوب مركز الامتحان ولكن قبل ما ندخل صلب الموضوع خلوني نهضر معكم على ذلك الورقة اللي جاتكم مذكور فيها واحد الاسم ديال واحد المؤسسة أغلبيتكم عارش ديك المؤسسة فين كاينة تنهضر مع الناس اللي وصلهم كونفوكاسيو بالنسبة اللي مازال ما وصلوش ما تدخلوش هذا الموضوع في الهضرة ما بغيتو حتى لكم يجبد هذا الموضوع دابا في النقاش أول حاجة غادي ديرها هي أن في هذا الأسبوع غتزور ديك المدرسة وتأكد منها معظم الأغلاط اللي غلطوا الدراري أن بعض المدارس يحملوا نفس الاسم كاين مدارس الإنسان تيسكن في واحد المنطقة وتيقولوا مثلا بحال دابا عندنا مثلا حنا الام سيس ولا محمد السادس مؤسسة محمد السادس ولا الام سيس بلا ما تسمع محمد السادس يمشي لسيدي مومن وكاين تيمشي الاناس تيما تيبقاش تيقعد عنده ثقة في راسه بانه غيدوز هو في محمد السادس راه عارفه فين جات حتى كيمشي مع الثمانية تيوصل مع الثمانية بغي يدخل تكتشف بان ماشي هذاك هو المركز الامتحان والمركز الامتحان واحد اخر وتيصدق ضرب تمام ماشي ضرب تمام ضرب عام شالي عام باي باي اديوس اميغوس هي سليتي جبت الربحة هذا هو اللي تنسميه سبحان الله العظيم مسخوط والدي شنو هو الحل الحل هو انك تحزم صباطك تمشي الليسة تشوف تقلب على الليسة بالنسبة للمدارس بحدا انا شخصيا بعدا نجمع وليداتي اللي تيقراو في المؤسسة ونديهم نديهم المركز ديال الامتحان يشوفوا راس المركز ديال الامتحان ونعطيهم واحد ونعطيهم يتمشوا على جيلاتهم نحط لهم شي دندي حتى ما نطلق من على جيلاتهم يجوا على جيلاتهم باش يتوضعوا باش نتهنى منهم اذا هذا هو اول حاجه خصك تفكر فيها هو ان مركز الامتحان خصك تعرف الحاجه الثانيه ان مركز الامتحان باذن الله تيقوم بهضرتي بانه غيتسد الباب على في النهار 10 12 حاله في النهار مسدود على الباب علاش حيت الغبي ما بغيتش نكمل الكلمه ديال المعيوره ولكن انت تكون مباشر نعيرك ما عندكش الحق انك تسنى حتى 8 عند راسك غادي تدخل وغادي تجي وغدق وحل الباب حل هاي 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 انت حل الباب ماشي كوريا داك ديك الاستراتيجيه وديك الاسلوب اللي كنتي معلمو ما ديروش هاد العام ما ديروش هاد الامتحان والله ما تكون في قبل الامتحان ب 45 دقيقه قبل حتى غتمشي فيها يعني ولد الناس الى كل الناس اللي غيدوزو الجهاوي باك ليبر او الاخرين خصهم يعرفوا واحد الحاجه بانه خاص يكون في المركز الامتحان مع السبعة وربع ديال الصباح خصو يكون واقف داخل تما لان 8 لارو خاص الورقه ديال الوساخ تكون تتوزع لك اما الثمانيه اللي انت بالك تصحاب باغي تدخل فيها مع الباب مع الثمانيه راك بنادم راه تفرق الوراق ومسدود الباب يعني الباب ديال برا راه قلت 25 راه مسدود والله لا حلو لك عرعر لك سي راجل عرعر واحد من الخزنيات يتسنى فيك دايرينو على قبلك ابرز ما يقول مسكين وسير سير جري دير شهاده طبيه سير تبقى تغوت تغوت تتبح عندك ثلاثة تسويع بح فيها على خاطرك وتوحي ما غيعطيك سياسة عامة في المغرب كله من طنجة للكويرة 45 دقيقة قبل الامتحان السيلوات الوراقي اللي تكون غادي بهم ما لقاكش غادي بالبورطابل غادي بالبورطابل غير جيبو
مو ومسدود طافي ما في والو البورطابلو طافي وقف البورطابل شي دير عندك لصقولي وضع الدري ضع هكاكا واحد جاكيطه كان تيراجع في الدرس شد ورقه ودار في جيبو ورقه ديال الدرس نسى الورق تما دار لي طق 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 شد جبد ديال الورقه شد ديال هذه في جيبك باي باي هاد الهضره هادي ثقوا بيا غتبقى تشوفوها الان بعينيكم وتفكروا النصائح غتشوفوها قبل بالتجارب ديالها وهذيك الساعه غني ودندن غني مع ام كلثوم تن 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 وبرك بوحدك وقت ولول وقت دندن بوحدك وسيادك داخلين دوزو امتحان الوقت تبريش ما يكونش طيران وسط القسم ما يكونش تدخل تلبد إذن على بركة الله نبداو الحصة الكبيرة ديالنا الجغرافيا التطبيقي عند أولى باك وعند ثانية باك بجوجهم عندهم جغرافيا التطبيقي نفس السؤال وقبل ما ندوس بغيت ولادي ديال السنة الماضية اللي كاينين هنا في هذا اللايف بغيتهم يجاوبوا بعض قوس قزح تيبانوا في هذه الفترة هذه الدراري ولادي ديال السنة الماضية والعام اللي فات الله يرحم لكم والدين بغيتكم تعاودوا بغيتوا تقولوا لهم واش الامتحانات اللي تنحطوا تيتحطوا وهما هادوك ولا تيتحطوا عوجين واش تخدموا نفس الامتحانات او لا الله يرحم لكم والدين الدراري القدام اللي بغيتوا تفرجوا في هذا اللايف طمئنوهم عطيوهم الخبار كاينه كاينه ما كايناش اللي كاينه قولوها لهم عرفتي علاش حيت كاين واحد النوع ديال البشر تيحاول دابا في هذه الفتره هذه يزعزع الدراري الله يرضي عليكم الدراري باك ليبر والناس القدام عاودوا لهم على قصه السنه الماضيه وقصه ولي العام اللي فات وقصه كذا تما في التعليقات وقولوا لهم واش كاين شي ماده زعزعاتنا لا العام اللي فات ولا ولي العام اللي فات ولا ولي العام اللي فات ارجوكم رغم ان الجواب ممكن هما هابطوا اللايفات باقي مسجلين الشهر 10 وشهر 7 ويشوفوا اللايفات كلشي سالي الله سميتو يهبطوا يشوفوا الدراري ديال الجهاوي باقي اللايف مسجل في هذه المجموعه ديال اسبارتا باقي مسجلين باقي كاينين النتائج كاينين كيقولوا على الميتين اما الحيه باقي مسجلين تم نهار النتائج ديال البكالوريا دوره عاديه والدوره الاستدراكيه باقي تم تفرجوا مع راسكم وتمتعوا يعني كلشي باذن الله غادي يخرج فرحان ولا عزاء للحاقدين فهمتي فكل واحد فيكم يلعب لعبته بنادم يخدم بيضرب تماره وشي الاخر حاضر حدهم على راسكم غتنجح بدعاوى الوالدين غتنجح كأول ولكن بالصهر والخدمة غتنجح بالتمارة غتنجح ماشي بلغ لغ 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 من غير هاد الهضرة ما كاين والو غنبداو على بركة الله أولا أول سؤال اللي يمكن له يجي نبداو أسيدي فيه الخدمة ونشوفوا كيفاش غيجي السؤال في الجغرافي التطبيقي بداية عطيت واحد التمرين بتمعن الوثائق الأربع الآتية من أجل إنجاز المطلوب أولا الوثيقة الأولى تطور غير نسمع كلمة تطور نعرفها منحنى نسمع كلمة تطور ونشوف السنوات هنا نعرفها منحنى بالنسبة لبعض المرات يكون واخا هكا تيقولوا الدراري حول جدول إلى بالنسبة الأولى باك إلا ما قالش كلمة ما قالش حول إلى منحنى ما ديرش منحنى دير أعمدة أما الشعب الثانية بكالوريا تيحدوا اليوم تيحدوا اليوم السؤال بحال هذا تحدوا لهم حول المعطيات الواردة في المبيان إلى منحنى فإذا ما قالش المنحنى ندير أعمدة إلا ما قالش كلمة المنحنى ندير أعمدة نعم إلا ما قالش المنحنى ندير أعمدة حول المعطيات الواردة في الوثيقة واحد إلى مبيان في المنحنى إلا ما قالش لي منحنى ما نجبدش المنحنى فبالتالي الدري ف
فبالتالي شنو غنديروا؟ غنحولوا اش المنحنى، حول معطيات الوثيقه الى مبيار بالمنحنى. يوم ما نلقاش في شحال هاد السؤال اداب باك ولا باك، كلكم عندكم ثلاثه النقاط. الى ما جاش شوف معايا هنا، الى ما جاش غيجيو شروحات، غيجيو شروحات. اذا شوف فيا مزيان، كاين اللي غيجي لجميع الجهات الوطنيه امتحان جاوي البكالوريا. اجي نقول لكم واحد الحاجه كاملين، بغيتكم تدوزوا لي امتحان الى جميع المغاربه. النصيري بغى يدخل في امتحان، بغيتكم تدوزوا لي امتحان. كاين 12 جهه في المغرب، باغي نحط 12 امتحان، باغي نحط امتحانات كاملين. بغيت نشوف راسي واش غنغلط السيمانه الجايه، واش نقدر نغلط شي سؤال. الى كل ثانيه بكالوريا السيمانه، باقي عندكم 20 يوم، بغيتكم تجربوني واش نقدر نغلط شي سؤال من هنا هاد السيمانه ديال ولا ديال الجهوي. وكل شيء يتصنت ويتفرج واش نقدر نغلط شي جهه. الى البكالوريا انا دابا تنستشهد بكم كاملين، كلكم بغيت نضرب معاكم موعد نهار ولادي ديال اولى باقي دوزو امتحان. بغيت نعطي المواد كيفاش غتجي تتعطى في جميع الجهات في 12 جهه، ماشي لانني واعر، لان البروغرام ساهل، بروغرام زوين، مفيش قوالب، مفيش هذا عارف ولا ما يعرفش، مفيش هذا الكادو شاد ولا ما شادش. فجميع الجهات غنحطوها مقاليات كاملين، غنحط لكم مقاليات وغنكتبهم، مقاليات غنكتبهم، تطبيق غنكتبو. فمن نفس السيمانة بغيت النصير هو اللي يكون عنده امتحان، وأول مرة غنقول لكم الصدق هكا الله قلت العام اللي فات، وكنت نهضر مع الأولى باك، مع الدراري ديال الثانية باك دوزو شهر 7، والدراري ديال الأولى باك دوزو 12 10، وبالتالي ما كاينش، لكن دابا البكالوريا بدا تفرج، بغيت كل شيء يتفرج. وغيكون عندنا موعد بعد اسبوع والغد على الدراري عندهم الجهوي، وبغينا نشوفوا واش ممكن نغلطوا في هذا التمرين. الى اولى باك وثانية باك ما داروا ان جا منحنى، السؤال اللي غيجي في الجغرافيا هو هذا. اولا حول المعطيات الوارده في الوثيقه الى مبيار بالمنحنى. جميع الجهات، الى كل جهه، والوطني ديال الوطني بجوجكم، وطني وجهوي. الى جا كلمه المنحنى نحول المنحنى، ما جاش منحنى ندير الأعمدة. فيا رشيد علمني نصيد منحنى علم، ولا ما جاش رشيد ما عطاوش هذا السؤال. على ثلاثة نقاط أجي إلى جميع الجهات وإلى الدراري ديال الوطني، الثانية بكالوريا والأولى بكالوريا، احفظ الشروحات، تاخذ ثلاثة نقاط. علمني رشيد الأعمدة، علمني رشيد منحنى، علمني الشروح. فمشوا الامتحانات القاف في المغرب كله، شي واحد واخذ عميده، الاخر واخذ منحنى، الاخر عاطين شروح، شروحات ومدورينها بيناتكم. عميده منحنى منحنى عميده منحنى، ما جاش هذا السؤال. ازمه تدابير، ازمه مقال، امتحان عيان ناجح. خلونا في التطبيق، ما بغيتش نهضر على المقالي، ما بغيتش ندوي على المقالي، ما بغيتش ندوي على المقالي. خلوني الدراري، خلوني في الجغرافيا التطبيقي اللي عند الثانيه بكالوريا، عند الاولى بكالوريا، نفس التمارين كلكم، نفس السؤال الاول، السؤال الثاني، السؤال الثالث، السؤال الرابع، السؤال الخامس، نفس التمارين. حول المعطيات الوارده في الوثيقه واحد الى مبيان بالاعمده او مبيان بالمنحنى. رشيد هنا اسمح لي، انا ما تنعرفش ندير مبيان. اخر مره النصير غيشرح لكم مبيانات، واشرحها مره وحده لكلش، شديتي شديتي، ما شديتيش، ولا عزاء للسيدات. اجي معايا. حول معطيات وثيقة واحد الى مبيان الأعمدة. الصين، الولايات، فرنسا، 1990، 2000 كذا، دائما السنوات، شوف فيا دروسي بصح، دائما السنوات يدارو لتحت، بقى غادي تكون معايا،
دايما السنوات تيداروا لتحت هنا، دايما الدول تيداروا لتحت. شنو تيدار لتحت؟ دول السنوات، دول في الأعمدة، دول في المنحنى، السنوات في الأعمدة، دول في المنحنى، السنوات. طيب نهضروا على السنوات، هنا منحنى ميك على الدول، السنوات هما اللي غنديرهم تحت، راه منحنى. اذا السنوات هما اللي غيداروا، اذا شنو غنجي ندير؟ غنجي نقسمهم 1990 ونكتب عويش بحال هكا، ونجي هنا ندير 2005 2010 2015 2017. تراعي ان المساحه اللي كاينه ما بين هنا هي نفس المساحه اللي كاينه هنا بعيني، راعي وراعيت اني وزعتهم كاملين. شوف وزعتهم، وزعتهم على المساحه كامله، ماشي دخلتهم كاملين هنا نضيقتهم. المهمه الغايه هز عينك، هز عينك كوسر. امك الغاليه عندها تبارك الله صالون قدو قداش، وبيت الاخر تبارك الله تبارك الله ما تشهيتكم فيه بيتكم تبارك الله كبير قدو قداش، ولكن الله يستر في الفطور تبغوا تفطروا تمشوا البيت ديالك الصغيوات تجمعوا فيه المولفين عز الزحام الله يستر. هكا دايرين انت توما، تتزاحموا كلشي من هنا لا تبغوا تزاحموا كلشي وتخليوا الدار كلها من هنا خاويه. الا تحط لي السنوات مفرقعين هنا في الورقه، نشر لي السنوات كلهم هنا لتحت. هنا تنحط السنوات، وبالتالي 1990 2000 2005 2015 2000 وكذا. هنا دول وهنا السنوات. دول صافي نساونا كان منحنى، نسى دول. دول راه مفتاح، هاد الدول راه مفتاح في السنوات. 1998 عطيوني شنو هو اكبر رقم هنايا. ستوب، غنشوفوا هاد الجدول كامل شنو هي اكبر رقم فيه. شوفوا معايا كامل، اكبر رقم هو 134. وشوفوا قرب ليا هنا باش يتاكدوا معايا الدراري، حيد عليا ديك 300 وتقربوا ليا هنا. شوفوا هنا وصل الله يحميك ويهديك، قربوا ليا هنايا الشباب، قربوا ليا هنا 134 هو أكبر سنة، 134 هي أكبر سنة. إذا هادو كاملين أكبر سنة هي 134. إذا غنجيو أسيدي ونديرو 134 غنقسموها على 10، أنتم عارفين عارفين 110 شنو هي؟ هي 13.4. إذا حنا ما غنطلعوش ب 13، حنا سيدي غنطلعو ب 10. أكبر تسمية فاش قسمتها خرجت لي 13. أنا ماشي بالضرورة 13 غندير مضاعفة ديال 13، أنا غندير أسيدي باش نجيب الرقم مزيان غندير 10. فأنا علاش قسمت على 10؟ باش نعرف تقريبا بشحال غنطلع. شوف معايا، اول حاجه شديت هذا المحور هذا وحطيت الصفر على المحور هنا. شوف معايا، وجدت قسمت السنتيمتر جوج سنتيم،
اشنو درت؟ قسمت واحد سنتيمتر بالمسطرة. فأول حاجة أنا درجت. اشنو درجت؟ أنا اشنو درجت؟ درجت هاد المساحة هادي بواحد سنتيمتر. فأول حاجة تنديرها في المبيانة شنو هي؟ أقوم بتدريج هاد المحور هذا. تنقوم بأنني تندرجو. أريا أستاذ شوف الناس شنو كيديرو. شوف الناس شنو كيديرو. هكا دارو. خدم معايا. أري الآخر. شوف الآخر تما واش دارو. هز عينك أستاذ. فاش درنا؟ درجنا هاد هاد الدروج. هادو درجناهم. حطينا الدروج واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. فأول حاجة شنديرو تنقومو بتدريج هاد المحور هذا. طيب درجناه، خدينا الرقم الكبير اللي هو 134 قسمناه على 10. علاش؟ باش نعرف تقريبا بشحال غنطلع، بشحال غنطلع. هنا كاين الزيرو، بشحال غنقز؟ خرجت لي 13 26. لا ما غاديينش 13، ما نقدرش ندير مضاعفة ديال 13. فإما نطلع ب 10 إما نطلع ب 15. فأحسن حاجة نطلع ب 10. غندير 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 130 140 120 130 140 110 زيدها 110 120 130 140. إذا طلعت ب 10 فت 134 ولا ما فتاش؟ شوف فيا هنا فت 134 ولا ما فتاش؟ إذا أنا باش عرفتها؟ أنا طلعت ب 10. إذا باش أنا عزلت ب 10؟ إذا نفرض مشيتي أنتي وقسمتي وبغيتي تطلع مثلا ب 20، شغلك هذاك طلع ب 20. غتجي مع المساحة ديال الورقة، ولكن ما خصكش يجي صغير ب 20، غتوصل بالسرعة غتوصل ل 134. فانت تتعزل تاخذ 114 تقسم على 10 تدخل لك 13 تصير 4. انت غتطلع 13 تصير 4؟ لا غنطلع ب 10. 10 قريبه 13، غنطلع ب 10 مضاعفات ديالو زوينين. وباستاذ بغيت نطلع على 13، شغلك هذاك صحيح، ولكن باش ما طلعتي ديكلاري هنايا. انا طلعت ب 10، فاذا طلعت ب 10 غندير هنا 10. 10 اش؟ شوف هنايا، شوف هنا شنو 10 اش؟ 10 اش؟ 10 اش؟ مليون طن. فهي مليون مليون طن. وهنا اش غنكتب؟ هاد اكس بلاص هاد اكس، هادي اش غندير؟ غندير مليون طن. مليون طن. اذا هنا درت مليون طن. وهنا اش غنكتب؟ هنا نكتب بلاص ايكغيك، غنحيد هاد ايكغيك وغندير هنا السنوات. اذا هنا كتبت مليون طن، وهنا كتبت السنوات. نعاود من الاول. اول حاجه حط سنوات لتحت. ثاني حاجه درج 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 1 سنتيمتر 1 سنتيمتر 1 سنتيمتر. ثاني حاجه خديت الرقم الكبير اللي كاين في الجدول وقسمته على 10 باش نعرف راسي بشحال نطلع. نعاود من الاول، نحط سنوات لتحت. ثاني حاجه ندرج 1 2 3 4 5 6 7 8 9 درجت المساحه كامله. قمت حطيت السنوات ودرجت المساحه كامله، 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 حطيت السنوات ودرجت المساحه كامله. درجتها. باش درجنا بمس بشحال حسبنا من سنتيم؟ تنحطو تنبقاو نديرو درجه 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 1 سنتيم. اسمعني صار ركز معايا. كنا فريد دري ثقيل، نفرض دري ثقيل في الكتابه عندنا، اول ما تحط غنمشي نشوف واش درت. خليت ما بين رسمت هذا، اشنو درت؟ خليت واحد المساحه هنا صغيره وخليت هنا 6 سطور لتحت. رسمت المحور ديال الاراتيب والافاصيل، حطيته حطيت هذا الرسم هذا رسمته هو الاول، حطيته هنا وحطيت هنا. هاي من بعد ما حطيته بسرعه طق طق اش درت؟ حطيت السنوات بسرعه رتبته، هزيت المسطره حطيتها وشديت الحساب 1 سنتيمتر 1 سنتيمتر 1 سنتيمتر. درت 1 سنتيمتر بالمسطره. من بعد ما درت 1 سنتيمتر مشيت للرقم الكبير اللي هو 134. فين هو؟ ها هو ها هو
134 هو اكبر رقم كاين في هذا الجدول هذا، قسمته على 10 عطاني 13.4. انا ما يمكنش نطلع 13 رغم انني ممكن نطلع 13 وممكن نطلع 13.4. عليك سي واعر تقول دير مضاعفات ديالها، ما يمكنش نطلع 13.4 وقدر فيها المضاعفات. 13 تنقسم غير باش يقربني، باش ما نبقاش نقول نطلع ب 30 نطلع ب 40 نطلع ب 5 نطلع ب 3. فاش نقسم 10 تيقرب لي الدماغ ديالي، تنقول انا احسن حاجه نطلع ب 10. وباش ما طلعتي ديكلاري هنا 1 سنتيمتر يساوي 10 مليون طن، مليون طن، مليون طن. فتنجي نعود من الاول، رسم المحور الاراتي بالافاصيل، نحط سنوات لتحت وندرج هذا، ندرجه اوكي. نعود محور الاراتي بالافاصيل، السنوات لتحت والسنوات ما عندهمش سلم غير باحترام تبعه. مسطره ندرج، ندرج هادو عادي ندرجهم بالمسطرة، مسطرة طق 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 طق، درجتهم. شدينا الرقم الكبير وقسمناه على 10، خرج 13.4. ما يمكنش نطلع سميتو وانا نعزل ليهم، شنو عزلت؟ عزلت 13 طلعت ب 10 انا، وانا نطلع ب 10 صفر، ضروري ديال الصفر، صفر 10 20 30 40 50 60 70 80. واللي طلع 13 واعر لك كان طلع على 13 طلع 13، ولكن صعيبه مضاعف 13 هذا كان كتريس، احترم راسك. طلع ب 10 زوين 10 مضاعف 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 100. بس علاش بالضبط 10 قسمنا على 10؟ حيت حيت المساحه ديال الورقه الى حيتي من السطوره لتحت وحيتي من بلاصه العنوان غتشاتفها تقريبا شي 15 سنتيم. سمعتوني 10 تنديروها للميبيان 10 سنتيم على 10، يعني على 10 سنتيم هنايا 10 11 سنتيم تجي 12 سنتيم ماشي مشكل، ما بين 10 و 15 سنتيم مزيانه. اذا رسم مناسب لمساحه الورقه، اذا قسمنا على 10 لان مساحه الورقه غتجي مزياده، هذاك الشيء علاش نقسموا على 10، لان الورقه اللي تنديروا ورقه التحرير العرض الطول ديالها 10 هي كلها شي 25 23 سنتيم. حيد من بلاصه العنوان، حيد من التحت، غتجي تقريبا انت خصك ترسمي بها فهاديك الحدود ما بين 10 و 15 سنتيم. اذا تقسموا على 10 10 يا ربي تكون فهمتي. دابا الزعيم غنمشيو لميريكان، شحال تتساوي؟ 98.2. هاد فاصله جوج مابقاش تحكر عليها حيت غير الراس ديال القلم تيساوي 0.5. تحط على القلم يديك 0.5 فما تبقاش تحكر على 0.2. 98 سنة 1990 98 اجيو نشوفو 98. شوف اش غندير، غنحط المسطرة على 1990 بحال هكا ياك، وشحال تتساوي؟ سير وريها ليهم 98، وريها ليهم هي 98، قربها ليهم مزيان، سير زومي زيد 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 زي 98 تصاين 1990 98. شوف في دابا ها 98 ها هي قريبا ليا، ها انت سي شنو درت؟ ها مشيت بيدي بحال هكا او متلاقاو هنا كي بين تلاقاو، ها فين حصلتهم؟ ها فين حصلتهم؟ تلاقاو ها فين حصلتهم؟ ها فين تلاقاو؟ تلاقاو ولا ما تلاقاوش؟ ها هما 1990 مع 1998 تلاقاو هنايا. حطيت المسطرة على 1990 وجبت من الرقم اللي لقيتو ولقيتهم جوج هنا، هما تلاقاو هنا. شي فين تلاقاو؟ ترنطفو هنا، ترنطفو هما، ترنطفو هنا، هنا ولا الحرام تيترنطفو هنايا في البلاصة لقيتهم مرنطفين. ها هي جي بي اس، هادي هي جي بي اس. هنا فين كاين جي بي اس؟ هنا، هنا فين حصلتهم؟ اجي مشو لهادي 2000 نشوفهم تاني فين غيتلاقاو. في 2000 حيت هما تلاقاو الصين 1900 تلاقاو في 98 وفي 2000 شوفوا فين تلاقاو. سنة 2000 سنة 2000 فين تلاقاو؟ فين تلاقاو؟ في 99 تقريبا اسيدي تلاقاو تاني 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 تقريبا تلاقاو هنا وتاني رحضا بعضية ترى ما بعيداش بزاف. إذا تاني هنايا وي 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 مقراض بعضية تلاقاو
في 2005 فين تلاقاو؟ 97 2005 2005 97 واو 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 تلاقاو هنا السي نزلت شي شويه نزلت كانت المره طلعت شي شويه شويه نزلت 115 واي 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 شي شي شوفنا 2010 فين تلاقاو؟ في 115 2005 تلاقاو في 115 تبارك الله تمرت تلاقاو بعدو ها وي والبراز نصرو وعرفتي فين تلاقاو؟ وتلاقاو في 115 جا الاستاذ الحاضني شد شد لي المسطره الاستاذ الحاضني الاستاذ الحاضني في الامتحان شد شد لي المسطره اللي معنف ها واشي تلاقاو هنا تلاقاو هنا فين تلاقاو 2010 هنا فين تلاقاو 2015 تلاقاو في 132 2015 في 130 هذه تحط على 15 تكال والصبع الاخر فين يمشي يمشي يقلب على 132 هات لي 132 132 وباش نتيقن ندير لها ثاني هوك هي بلا الحلال ها تلاقيتو هنايا حصلتكم والله الا تلاقيتو 134 الف الاخرى 134 في 2017 ها انت سيدي انا يا انا انتم 117 تلاقيتو فين 117 وي هاي ولاد الحرام ثاني فين زادوا داعوا والتشتيم فين داعوا وترى تلاقاو هنايا وي ودابا رد بالك معايا غنشد المسطرة غنلاقي هادي مع هادي ونلاقي هادي مع هادي ونلاقي هادي مع هادي ونلاقي هادي مع هادي ونلاقي هادي مع هادي يا انت تلاقيت وبالمسطرة بالمسطرة وجيت هنايا وجيت هنا وشوف وجيت هنا درت بهذا بلون واحد درت هذا بلون شوف درت هذا الخط بحال هكا شتي كي درت ليه بحال هكا وانا نسميه الصين 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 شتي الصين شوف فيا انا صدق معايا الصين ها الصين درتها بالحمر ها غنحيد سي الحمر ناخذ سي واحد اخر قلم رصاص لون اخضر دابا ناخذ ثاني لون اخر ها لون اخر اجي نشوف هذا اللون هذا نعطيه ميريك هذا اللون هذا نعطيه ميريك الاخر عطيته لون احمر هذا كيشتي نعطيه زرق حيت ميريكا زرقاء ها ميريكا زرقاء نعطيه هنا شحال سميت في 3 3 في 94 نعاودو من الاول نعاود تاني من الاول ناخذها مسطره صغيره هذيك 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 ولد الحرام المحسن اللي حاضني ما باغيش ما بغاش يشد لي مسطرتي فخديت واحده صغيره هنا هذا 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 شحال تسوى 98 ها انت ها 98 ها تلاقاو ثاني هنا لا 74 74 انتما قولوا لي 74 ها تلاقاو هنا في 2000 فين غيتلاقاو ستين شوف معايا هيا شوف في يبقى غريب معايا استاذ ستين 2000 ستين ستين هاي ها 2000 فين هي هما تلاقاو هنا هنا تلاقاو هنا 105 شحال 57 بحال 60 تاهي 57 بحال 60 اجيو هنا اجيو هنا 2010 شحال 60 ثاني 60 بلا ما بقاو لاصقين في 60 حتى هما والله ما بغاوش يتحركوا يتنفوا في بلاصه اخرى من غير 60 115 شحال 55 هاي شي حشمو حشمو على العرض نزلوا 115 نزلوا هنا 115 115 نزلوا هنا 147 47 شي غنزل السرعة 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 السيني السرعة, السرعة. ها انت 47 اش غندير؟ غنجيب بحال هكا ابلاح بسرعة لأن الوقت يضيع وعندك باقي عندك مقالي في الجغراف التاريخ وباقي عندك أجوبة ديال الجغراف ديال الميبيان والوقت إلا بقيتي غادي بشوية غيجر الورقة من تحت يدك ويقولك ما كملتيش وتخرج حدا الباب تقول لي ما قديش الوقت
سالا واحد دريتي للسقه دي مع هادي، شكون قالك السقه دي مع هادي؟ زيرو، تبدا من اول نقطه. الثالثه ثابته، فرنسا 1990. هيا شوف فيه هنا استاذ، فرنسا 33 غيتلاقاو في 33، والعام الاخر غيتلاقاو في 37، والعام الاخر غيتلاقاو في 36، والعام الاخر غيمشيو في 38، والعام الاخر غيمشيو في 48، والعام الاخر هي عباره عن نقط. ونديرها نفريد 33، ما كاينش نفريد، ما ديرش، ما كاينش دراري ما يلقاش غير نفريد نخدمها ليهم. والاخر حقه مفتاح، هذا درتو بالزرق ياك، هنايا درت لهم لون هنايا ازرق وكتبت لهم الولايات المتحده الامريكيه، هذا زرق كتبت الولايات المتحده، السميه وكلشي كتبت لهم بالزرق، والاخرى كتبتها بالصين الاحمر، وهذيك كتبتها بالزرق. دابا نمشيو لسميتها 33، 37 دابا 37، ها هي غيتلاقاو هنا، غيتلاقاو هنا 37، العام الاخر 36 فين غيتلاقاو؟ 36 غيتلاقاو هنا، العام الاخر فين غيتلاقاو؟ 38، هادو لاصقين ليا بين في الثلاثينات، 38 ثاني اش؟ 42، شويه طلعوها وبداو يطلعوا، بداو يتسرو 42 36 رجعوا للثلاثينات. الله يستر، الله يحضر السلامه، ما عرفت مالهم هادو. شنو غندير؟ نلاصق هذا مع بالمسطره، غير انا ايدي بحال المسطره سبحان الله العظيم، معنا زوين. ونجي هنا وندير شكون هي؟ ندير فرنسا. إلا درت هذا المفتاح هذا ناخذ نص نقطة، الله يخلف عليك المصحح. إلا درت هذا السلم هذا ناخذ نص نقطة، الله يخلف عليك المصحح. إلا درت العنوان اللي فينا هو هاو تطور إنتاج القمح لبعض القوى الاقتصادية الكبرى في العالم، إلا درت الزيت وكتبوه هنايا ناخذ نص نقطة. إلا درت المصدر هذا ها هو نديرو هنا ناخذ نص نقطة. والشي الاخر على الرسم. بالنسبة لثانية بكالوريا ادبي، بالنسبة لباك ثانية بكالوريا، واخا ما تيديروش المصدر ماشي مهم، ما تيدخلش في الاطار التصحيح ديالهم، بينما في على المستوى الجهتي ولكل مصدر شي حاجة ضرورية، يعني المصدر ما غيتزاقلوش معاك في المصدر. بالنسبة للجهة في الجهة تيديروا المصدر بزاف، تيديروا الجهة تيديروا المصدر، بالنسبة للثانية بكالوريا ما تيديروش المصدر، ما تعتبروش اساسي، ما تحطوش عليه النقاط، على المستوى الوطني ما تحطوش النقاط على المصدر، لكن بالنسبه للجهات يحطوا المصدر. ولكن حنا سواء تم في الجهه حتى في الوطني، لو ما كانش يعطيو المصدر نديرو حنا المصدر، واخا ما يعطيوش نديرو حنا المصدر، وبالتالي غنديرو المصدر، غنديرو المفتاح، غنديرو السلم، غنديرو العنوان، وبالتالي غنرسمو هاد اللوحه هادي، هادي تساوي ثلاثه النقاط. الله يرحمكم والدين، بغيت كلشي بالعدد اللي داخل، واش فهمتوا المنحنى؟ بالعدد اللي داخل هضروا معايا، واش فهمتوا المنحنى؟ هضر معايا، شوف معايا يا استاذ، فهمتي المنحنى؟ فهمتي يا استاذ المنحنى؟ فهمتي؟ فهمتي المنحنى يا شباب؟ فهمتي لي المنحنى؟ فهمتي المنحنى الدري؟ شوف لي استاذ، قول لي السميات يا استاذ، شوف لي يا استاذ السميات، شوف لي يا استاذ. لبنى مفهوم، فهموا المنحنى؟ كل شيء يهضر معايا. مروى مفهوم، مروان مفهوم، المنحنى كل شيء ما يكونش بالسيلو، يكون بقى الوان. تلال مصطفى مفهوم، خديجه مفهوم. نقطه من النقطه يتلاقاو بالمسطره، من نقطه النقطه ما كاينش شي واحد يلاقي ليا بيدو يدو تيدير فيها تيدير لها هكا تيفيب وتفتال. النقاط اجي معايا يا استاذ، اجي معايا يا استاذ، النقاط يتلاقاو بالمسطره بحال هكا، النقاط من نقطه لنقطه يتلاقاو بالمسطره، من نقطه لنقطه يتلاقاو بالمسطره. علاش؟ حيت ما عندكش الحق ما تقول لهم طلع شويه ولا نزل شويه. عندك اسيدي ما بين هنا عندنا هذا الرقم وهذا الرقم، ولكن ما بيناتهم ما عندناش شي رقم باش يخرج الخط هاك شويه ولا طالع شويه، خاص الخط يمشي ديريكت، خط مستقيم من نقطة لنقطة، خط مستقيم، ولا وجود لخط مستقيم إلا بالمسطرة.
اما الدري اللي عوج ليا مثلا نعطيكم مثال، نعطيكم شي واحد مثلا غلط ليا، هذا داير امتحان واحد اخر، هذا واحد امتحان واحد اخر، اجي ندير واحد ديرو بيدو، شوف الدري كيف راسو بيدو متقون. اجي ناخذ شي واحد ديرو بيدو مثلا، شوف هذا دخلنا عليكم بالله، شوف شوف بغيت نفهم انا شنو هي هذه، شنو هي هذه، شنو هي هذه، هذه بغيت حفره قاع خابيه طاجين، شنو هذه ترسم في الهرم فاستاذ، خطوط مقاده بالمسطره، وشوف المفتاح كي داير، اما دير خطوط اما لونهم، السنوات كي تكتبات هنا، العنوان الزعيم كوسان. اذا دري دري رسم المنحنى هو هذا، مشينا امتحان واش كلشي فهم المنحنى، دابا غنديرو امتحان اخر اعمده، شنو هي هذا راه هنا، علاش ما تنديروش لايف فوست قسم، قسم تيكون خاوي، فاش يكون خاوي الصدى ديال الصوت تيبدا ما تسمعناش بحال دابا، العود اللي كاين ما تيمص الصوت، ما تيخليش الصدى ديال الصوت يتردد، لا دخلتي بحال واحد القاعه خاوي بقيت تغوت بوحدك ما غاتسمعش في اللايف، ما غيتسمع الصوت مزيان. هز عينك وسد هنا، دابا غنحولوا هذا، هذا المنبيان هذا غنحولوا الاعمده، هنا قال لي استاذ ما كاينش سنوات، اذا هذا ما فيه السنوات اذا مستحيل يكون منحنى، هذا عباره عن ماذا، اعمده، بين بين مقشوع يقوله ولا ما يقولهش، هذا بين. هنا الدول تيداروا لتحت، شوف معايا هنا الدول تيداروا لتحت وبدون بسرعه بسرعه بسرعه، الاتحاد الاوروبي، الصين، الولايات، اليابان، الدري تيبقى يفكر غيضيع الوقت، البرازيل، اذا شدير تتزرب، كوريا، ونديرو مايلين شي شويه، اش غندير تاني من بعد، نشد المسطره وندرج ندرج ندرج واحد سنتيم 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 واحد سنتيم. اول حاجه، ثاني حاجه ندرج، كلشي غادي معايا، حطيت الدول درجت، هاد اكس شرب فيها، هاد اكس اجي، هاي اكس، هاي اكس بالمليار دولار، هادي اكس مليار دولار، وهادي الاخرى قوى الاق اقتصادية، فهنا غنكتب القوى اك بلاس ايكغيك، هادي غنحيد ايكغيك، هنا غنكتب القوى الاقتصادية، اوكي، هنا غنكتب اش بالمليار دولار، اوكي، يلا سيدي، دابا اش درنا؟ ناخذوا أكبر رقم، أكبر رقم هنايا، أكبر رقم فينا هو؟ 2350، هو هذا أكبر رقم، هو هذا 2350. واش كاين شي رقم كبر منه؟ 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 نقلب مزيان، واش كاين شي رقم كبر منه؟ نقلب مزيان، لا ما كاينش. 2350، اجي هنا 2350، قسمها على 10، حيد هذه هي 235، طبعا الحال، طبعا الحال ما غنمكنش نطلع ب 235، غنطلع ب 200، رقم صحيح، هذاك الصريف نحيدو، صريف نحيدو، ياك؟ هز عينك شوف فيا، دورش شوف فيا في وجهي، صريف نحيدو، خرجت لي 15، 17.30، نطلع ب 15 ولا نطلع ب 10 نطلع ب 20، خرجت لي 19 نطلع ب 20، خرجت لي 70 نطلع ب 50 ونطلع ب 100، خرجت لي 130 نطلع ب 150، خرجت لي 170 نطلع ب 200 ولا 150، فهمتوني؟ حيد الصرف من الوسط.
إذن غنطلع سيدي بميتين، هو الرقم اللي قريب ليا بحيث تصرف لي الشاطية حيث طلعت بانت ليا بميتين، المضاعفة ديالها ساهلين، إذن غنسيدي غنطلع بميتين، علاش؟ حيت تقدر قسمتها على 10، أوكي، 10، غنجي هنايا، واش غندير؟ غندير 200، 400، 600، 800، 1000، 1200، 1400، 1600، 1800، 2200، 2400، شاط ليا شوية هنا، نحيدو بالقومة، فرصة، ممنوع السيلو، دور شوف فيا، ممنوع السيلو قلم رصاص باش ممكن نمحي أي حاجة، إذا درت السيلو ما غنمحيش، وهنا ندير بالمليار دولار، وهي السنوات، حطينا شحال تتساوي الاتحاد الأوروبي، أجاو السر، شحال تتساوي الاتحاد الأوروبي؟ 2133، فغنحط الاتحاد الأوروبي هنا. ها هو 2133، 2133، 2000، ها هي 2000، هاي يتلاقاو هنا، لا غيتلاقاو هنا غاشي، دير بالستارت مزيان غاشي، غيتلاقاو هنا، لكن الفرق ما بينه وبين المنحنى هو أننا تنهبطو هنا، هذا هو الفرق. هذا هو الفرق، انا فاش تلاقاو هبطنا ودرنا واحد واحد سنتيم بحال هكا، واحد سنتيم بحال هكا جا بحال مربع هنا، وبالمسطره هبطنا، فهمتوني؟ نعاودها، قلبنا النقطه لقينا هنا، تلاقاو هنا، وانا نهبط خط من هنا، درت واحد سنتيم هنايا وانا نهبط هنا، 2000، 2200، 2600، 2800، 2000، فهمتوني؟ ركزوا معايا الدراري، ركزوا معايا في المهم، خليكم الديشي، ركزوا معايا في الحاجة الكبيرة، ونلونو بالحمر، ولكن هما قالوا لي الاتحاد الأوروبي بغاو فيه الصادرات والواردات، واو، نخرج عميدة من كل وحدة. اش غندير؟ شحال غنحطو تاني مسطرة على الاتحاد الاوروبي، شحال تتساوي؟ 2300، ها 2300، ها هي، وشوف معايا فين كانت، ها تصورها فين تلاقات، تلاقات هنايا، كي غندير؟ غنهبط الخط مع هاد، وهاد المرة غندوز واحد سنتيمتر هان، ياك؟ شتي هاد المرة ديتو لهي، وهبطتو هنا. ولونت، نعاود، حطيت المسطرة على هذا، الاتحاد الأوروبي، لقيتها 2300 وكذا، فين تلاقاو؟ تلاقاو هنا، 2300، تلاقاو هنا، غندير واحد سنتيمتر هوك، نفس العرض اللي كاين هنا يكون هنا، نفس العرض السمك اللي كاين هنا كاين هنا، هذا في واحد سنتيمتر، هذا واحد، ماشي واحد يكون غري غليوض، واحد يكون فيه البيريبيري، والكزاز، احترم راسك. بالمسطرة ونلونو، وفي المفتاح ندير اللي بالخضر اللي بالزرق، اش سميتو؟ الواردات، والاخر اللي بالزرق اسمه ماذا؟ الصادرات، وندور على المفتاح السلم، كل واحد سنتيمتر شحال؟ واحد سنتيمتر شحال؟ يساوي شحال؟ 300، طلعت باش شحال طلعت؟ 200، 200 اش تمر؟ مليار دولار، ايوا صافي، المصدر نكتبو هنايا، المصدر نكتبو، وهانت اسيدي، يلا اسيدي، باين، باين الدراري، باين السادة، بعض المرات تيقول لي حاجة وحدة، تيقول لي حول الصادرة، ندير عمود واحد، وبعض المرات جي عميلة. فأصعب واحد جوج عميدة، فأنا هذاك الشيء علاش مصر على جوج عميدة، هذاك الشيء علاش أنا مصر على جوج عميدة، باغي نعلمكم جوج عميدة، نعاودو من الأول، نعاود من الأول،
اولا تحط الاتحاد الاوروبي شحال تساوي؟ هاجي هنا وسال. الصادره 2133 وهنا 2133 واخا نحط هنايا على 132 2100 ها حتى 2000 ها هي 2000 هي هذه 2000 ها 2138 ها هي عند الميكرو هكا قولي هنا نهبط واحد سنتيم ونهبط بالمسطرة نحسب راسي غنرسم صورة الموناليزا نحط هنا اتحاد اوروبي شحال تساوي 2300 اشنو غندير نهبط نكمل الخط ندوز هنا بواحد سنتيم ونهبط تا الاخر تا هو تا الاخر نكمل ونكمل العمليه واش كلشي شوف فيا دابا استاذ شوف فيا داري واش فهمتو الاعمده والمنحنى جاوبوني كامل الشباب اعطينا استاذ رساله تما اراليا اراليا نتوما باركين تخدموا الدراري هنا باركين خدامين شوفوا ليا دوزيام باك شنو دارو اولى باك شنو دارو اولى باك شنو دارو دوزيام باك شنو دارو منحنى اعمدة شوف الميبيان فاش دير لي مسطره شو كتيبان القضيه كيفاش دايره الميبيان دقه في الرسم ما كاينش تخويط في الرسم داكشي الدقه العنوان مفتاح السلم مصدر كل ما تتعلق بالرسم اذا الدري ضابط شغله اهم حاجه هي السرعه علاش التطبيقي انت غتساليه والمقالي شي ثاني اذا المقالي قدامك اللي جاه الميبيان خصو يدير المقالي قدامه والسرعه اذا قد ما تعلمتي هاد السيمانه تخرج ميبيانات كثرتيهم قد ما غير تحط ميبيان تشد ورقه وتبدا تنطلق ولا بقيتي غادي ترخون بشويه بشويه عليك بشويه بشويه عليك ما غيقدكش الوقت وغتبقاو حنا في الجغرافي التطبيقي وغتجي تشوف تقرا المقالي ما بقاش لك الوقت فكاع هذاك التمحيس وداك الموتى والكوفراج اللي كنتي فيهم حيدهم والسرعه العدو ديالك في نهار تحط الجغرافي التطبيقي العدو ديالك هو الوقت إذن أول ما يتحط ميبيان بسرعة ميبيان ما عارف باش رسم هذا وهذا بسرعة لتحت الجملة جملة والسرعة خدامة ما يقدكش الوقت يعني كل خطوة غدير خصها تكون معروفة سلم اللي غنكتب هنا الإكس والإكريك والكو الاقتصادي والأسماء ديال الأراتب والمحور ديال الأفاصل تسميه السلم المفتاح المصدر العنوان ما نسكرش العنوان ها العنوان العنوان تساوي نص نقطة زقلتيه ما نسيتيه مشات لك نص نقطة ها العنوان قيمة الصادرات والواردات بعد القوى الاقتصادية في العالم سنة 2000 تزمن تمو يدار هنا ماذا لو ما جاش من سميتو عطوني الشروحات ماذا لو ما جاش ماذا لو ما جاش نفرض ما جاش ما جاش ميبيان استاذ يقدر ما يجيش ميبيان اه ماذا وصل ما جاش ميبيان الا ما جاش ميبيان نبداو بواحد بواحد الا ما جاش ميبيان داري اولى باك اولى اولى باك اولى باك صحاب الجهاوي اولى باك سكريني وهذا هادو هما التعاريف اللي عطاوكم انا نحسب على ثلاثه تلقى كلشي سكريناهم سكرينيهم واحد جوج واحد جوج ثلاثة نحسب ثاني عاود ثلاثة أخرين سكريني بسرعة هذا أولى باك زيد انتهى شي ولدي شحال صغيورين وأنت ساليتي وهاد ثلاثة بسرعة سيرت ياك يلا احفظهم ليا
الموارد المائيه، الموارد الطبيعيه، الخصائص المائيه، اعداد التراب، هي الريفيه، التهيئة الحضارية، التصحر، التنمية، التنمية البشرية، مؤشر التنمية، دول الشمال، دول الجنوب، قوى اقتصادية عظمى، قوى اقتصادية صاعدة، انتهى التعارف. ما عمر شي جميع الجهات المغربية ما غيخرجوش على هاد الشروحات، يعني إما المبيان إما هاد الشروحات. ثانية باك صافي الدراري سكرينو، نعاود لآخر مرة، أولى باك، أولى باك سكرينية، أولى باك، أولى باك، أولى باك، أولى باك، خذ ركز مزيان، سكرينيتي، واحد، جوج، ثلاثة، زيد. هادي واحد جوج ثلاثة، حيد لي أولى باك، عطيوني ثانية باك، فينا من الشروحات ديالهم. أولى باك، ثانية باك، بداو من البنك الدولي، صندوق النقد الدولي. سكرينو هاد الباصه صافي، هادي لا. اوكي، المنظمات، شحال المنظمات الغير حكوميه، حيد المدن العملاقه، حيد المجال العالمي، المجال المتوسط، حيدو. سكريني انا غنصيفطهم لك، انا سيدي غنصيفطهم لك، انا سيدي غنصيفطهم لك. علاش حيت شحال واحد تحيد منا؟ اولى باك، ثاني باك، حبس ما ديرهمش وصيفطهم لك، انا غنصيفطهم لك دابا. وبالتالي عدد الشروحات ديال كل واحد فيكم ما فيتيش لكم شي 20 كلمة، ما بين 15 كلمة، 15 كلمة اللي عندكم تقريبا، اللي عندكم 15 كلمة تحفظ بلاصة المبيان، يا اما المبيان يا اما 15 كلمة. إذا اش غندير؟ غنمشي نحفظ موجد مبيان ونحفظ ديك 15 كلمة نرتبهم، سالينا الهضرة. دابا سيدي غنعطيو، عطيو رجع لي المبدا الاول. دابا غنتعلمو جو السؤال الثاني، كلشي يخدم معايا. دابا غنعطيكم السؤال رقم جوج لاخر مره، السؤال رقم جوج، صمت لي السؤال رقم جوج، غنعلم صافي وسال. السؤال الاول حسنا فيه، السؤال الاول حسنا فيه، اشنو هو؟ هي مبيان يا شروحات؟ عاود معايا السؤال الاول، مبيان شروحات، مبيان شروحات، مبيان شروحات. دابا سيدي غنحسبو، فاش غنحسبو؟ غنحسبو في السؤال رقم جوج. السؤال رقم جوج هو هذا، ركز معايا في السؤال رقم جوج، كتبو. السؤال رقم جوج، تطور هبط، صف وتيرة تطور نمو الناتج الداخلي الخام، صف وتيرة تطور، صف وتيرة تطور الناتج الداخلي الخام. نعاودو، صف وتيرة تطور الناتج الداخلي الخام. نجي نعود السؤال، شوفوا معايا هنا، صف وتيرة تطور نمو الناتج داخلي الخام، هذا هذا صف وتيرة تطور. هز عينك ولدي، وجود هذا السؤال تقريبا غيفقاو بنسبة 60%، أما الجهاوي غيلقاو 90%. صف وتيرة تطور، الجواب ديالو عندي، فهز عينك وتصنت لي الجواب. دابا الجواب هو ارتفاع وتراجع، وماذا؟ ارتفاع وماذا ايضا؟ تراجع. اذا الجواب باختصار، وتيرة التطور يعني شكون هو الذي ارتفع وشكون هو الذي تراجع. ما هي الدول التي شهدت ارتفاعا وما هي الدول التي شهدت ماذا؟ تراجعا. اجيو نشوفوا نهار ديما العقل ديما الجواب ديال صف وتيرة التطور، يعني شكون هو الذي شهدت ارتفاعا وشكون الذي شهدت ماذا؟
تراجع. اجي معايا نفسا، اجي نشوفوا الجمله ديال الارتفاع والتراجع. للاجل نهضروا على الولايات المتحده الامريكيه، كانت عندها 1.6، كانت عندها 1.6، ولات عندها 2.4. واش شهدت ارتفاعا ولا تراجعا؟ 1.6 ولات 2.4 ارتفاع. نديرو حدا زائد، برافو. فرنسا كانت 2.1 ولات 1.1 تراجع، ندير لها ناقص. الصين كانت 9.5 ولات 6.9 ندير لها ناقص. كوريا الجنوبية كانت 3.7 ولات 2.8 تراجع. دابا انت تتصحب راسك هكا جاوبتي. نلاحظ على ان الولايات المتحدة الامريكية شهدت ماذا؟ ارتفاعا في الناتج الداخلي الاجمالي من 1.6 في المئة سنة 2011 الى 2000 الى ماذا؟ 2015 الى 2.4 سنة في المئة سنة 2015. اوكي هذا ارتفاع، اوكي شهدت ار، ولكن هذا التراجع وهذا التراجع لا، شكون هو اللي نديروه الاول؟ ودابا شوف فيا هنا، خصك تشوف فيا هنا، اولا باقي خصكم تشوفوا فيا هنا، فرنسا، اجي نحسبوا، فرنسا احسب ورقة الوساخ، شد ورقة الوساخ، شد ورقة الوساخ، شد 2.1 نقص منها 1.1، 2.1 نقصها من 1.1 شحال ولات؟ إذا شحال تراجع شحال؟ 1%. نمشيو لدولة أخرى، الصين 9.5 وتراجعت 6، نقصت 9.5 ل 6.9 غتخرج 2.6%، أولا لا؟ واخا. كوريا الجنوبية 3.7 ولا 2.6، نقصك كبيرة من صغيرة 1.1. رتب لي من الأكبر إلى الأصغر، شكون هي الدولة الأولى اللي شهدت تراجعا؟ الصين هي الأولى، التراجع الأول، والتراجع الثاني شكون؟ كوريا، والدولة الثالثة شكون هي؟ فرنسا. واش فهمتوني؟ ما طيحش على بنادم الفكرة. دابا سير تطور، دابا الدنيا سير تطور تسحب ارتفاع تراجع، ولكن تلقاو ثلاثة دول تراجعوا، كيفاش غنكتبهم؟ غنشوف أكبر تراجع، وثاني أكبر تراجع، وثالث أكبر تراجع، واللي ارتفعوا نشوف أكبر ارتفاع، ثاني أكبر ارتفاع، ثالث أكبر ارتفاع، وباش تنقارنوا الرقم الكبير بالرقم الصغير، أجي تشوفوا واش هادشي اللي قال النصير صحيح ولا غلط، نشوفوا التصحيح. نشوفوا الصين، هذه اللي دارت الصين هي الأولى نعرفوها، باش نشوفوا التصحيح. صحيح صحيح صحيح. صحيح. ما جاوبوش هنايا. نشوفوا تمرين واحد آخر تاهو بحالو داروا فيه بحال هكا الجواب. للأسف ما عطاوش، قال كان الوصف العام. إذا ما هي الدول التي شهدت تراجعا؟ ما هي الدول التي شهدت تراجعا؟ الصين هي الأولى، كوريا الثانية، فرنسا هي الثالثة. إذا كيفاش غنكتبوا الجواب؟ كتب الجواب، كتب الجواب ديال سير التطور. نلاحظ من خلال وثيقة واحد، نلاحظ من خلال وثيقة واحد، نلاحظ من خلال وثيقة واحد أن هناك تفاوت. عقل عليها أو الساد محمر تبدل، هز عينك فيما يقول ياسر التطور، قولي هناك تفاوت فيما يقول ياسر التطور، قولي هناك تفاوت فيما يقول ياسر التطور، شي عطاتو وشي زواتو، ارتفع الجواب ديالي شنو نقول لهم؟
من خلال الوثيقة يتضح أن هناك تفاوت بين القوى الاقتصادية. بين القوى الاقتصادية من حيث بلا مغاير، من حيث ماذا؟ نسبة. شوف العنوان، ها هو في العنوان، من حيث راه في العنوان، ها هو في العنوان، ها هو في العنوان. من حيث نسبة نمو الناتج الداخلي الإجمالي، من حيث نسبة نمو الناتج الداخلي الإجمالي، من حيث نسبة نمو الناتج الداخلي الإجمالي. تفاوت بين الدول من حيث الناتج الداخلي الإجمالي، تفاوت بين الدول من حيث التصحر، تفاوت بين الدول العربية من حيث التصحر، تفاوت بين الدول العربية من حيث الخصائص المائية، تفاوت من حيث الدخل الفردي بين في المدن، تفاوت من حيث عدد البطالة، تفاوت بين المدن، تفاوت بين القرى، تفاوت بين الدول العربية من حيث من حيث من حيث تراجع المساحات الغابوية، تفاوت بين الدول، تفاوت بين الدول، تفاوت بين الدول من حيث. شوف العنوان علاش من حيث، مش انا اللي نقولها، هو اللي غيقول لك، تيهضر شي ظاهرة من حيث هذيك اللي بغيت تقولها لي في الجدول. تفاوت بين الدول من حيث ديما صفر تطور، تطور شي إذا تفاوت لا ديفيرونس، لا ديفيرونس. سؤال غالي علاه نجاوب لكم عليها، هاك لا ديفيرونس بين دول الشمال. لو حلتوا عندكم ردان وصعيب يعرفها، والله لا عرف هاد لي ديفيرونسات، ما قراوهاش هز عينك. اذا هناك اش، هناك تفاوت بين دول الشمال ودول الجنوب، تفاوت بين دول الشمال. لا ما تفاوتش بين دول الشمال دول. ولادي انا خايف منكم في الاولى، بالتالي ما حد تفاوت بين دول الشمال ودول الجنوب. تفاوت بين الوش، تفاوت بين الامريكان والصين، تفاوت بين الاتحاد الاوروبي والايلو اسيان، والدراري ديال الاولى باك، تفاوت في الدول بين الدول العربيه بحيث خصائص الماء والتصحر. تفاوت نلاحظ من خلال الوثيقه ان هناك تفاوت بين الدول من حيث ذاك اللي كاتبين اللي في الجدول. دابا غنبدا الجواب، حيث نبداو بالدول اللي تشهدوا ارتفاعا، نبداو بالدول اللي تيجي زوينه، حيث وكاينه وحده، ولا كاينه وحده ما كاين نرتبوا، كاينه وحيده، كاينه وحده تشهد ارتفاع. وكفى الله المؤمنين شر القتال، ما كاين لا قتال لا والو، واحده واحده شهادة ارتفاع. حيث تشهد الولايات المتحده الامريكيه بوحدها هربان عليهم، حيث تشهد الولايات المتحده الامريكيه ارتفاعا وتزايدا من بلا مغاير، هذه اللي غتبدل، هذه اللي غتبدل من 1.6% سنة 2011، من 1.6% سنة 2011، من 1.6% سنة 2011 إلى 2.4% سنة 2015، إلى 2.4% سنة 2015، من 1.6% سنة 2011 إلى 2.4% سنة 2015، من 1.6% سنة 2011 إلى 2.4% سنة 2015. ارتفاع ارتفاع، وما كاينش القارن او شيده، ارتفاع حتى يكون كانوا جوجاتو، واي واي كون كانوا جوج ارتفاع دوزو نتوما، ارتفعت دوزوك بحال ارتفعت انت، شحال كنتو شحال وليتي حسبوها، ارتفعتي بثلاثه دوزي وانت شحال كنتو شحال وليتي، ارتفعتي بسبعه انت نسبقك انت باش نجيبك انت. ارتفاعا هذه اللي ارتفعت الاولى، الحرام علاش هذه اللي ارتفعت الثانيه؟ ارتفاع ناجي نقول ارتفاعا، جوج ارتفعوا صنفهم شكون الاولى وشكون انت، ناجي نقول ارتفاعا وجوج تراجعوا صنفهم من الاكبر الى الاص الاصغر، رجع اصغر. لكن هلا هضره، لكن هناك دول تشهد تراجعا، لكن هناك دول تشهد اش؟ تراجعا وانخفاضا في الناتج الداخلي الخام، في الناتج الداخلي الخام، والناتج الداخلي الخام تتبدل في التصحر، في الفقر، في البطاله، في الحصص المائي، في فاش ما هو تراجع وانخفاضا.
حيث تسجل الصين أكبر انخفاض يليها شكون ثانية؟ كوريا الجنوبية. بينما فرنسا هي الأقل تراجعا. ارتفاع فين هو البياج الدراري؟ حتى اللي عرفوا ارتفعوا تما تعرفوش غرتموا من الأكبر إلى الأصغر. وبالتالي الجواب غنشوفوا شي امتحان آخر دار نفس الخدعة، حيت كاين امتحانات سبحان الله العظيم تيديروا نفس الخدعة. وغنصيفط لكم كاع الامتحانات الجهوية اللي داروا الخدعة. دابا غنسالي غنلوح لكم في الله سميتو جميع الامتحانات اللي لاحظت التطور. كلش عرفت شنو ديروا؟ سيروا أي امتحان تلقاو فيه صيفط التطور، جربوا ولا باك جربوا ثاني باك جربوا صيفط التطور بلينا صاحبي صيفط التطور وسيروا الجواب، سيروا عناصر الإجابة لتحت، ما تصنتوش ليا ما تيقوش بيا، سيروا عناصر الإجابة لتحت. والدي كلشي هبط عناصر الإجابة. حنا أستاذ راه ما تنعطوش جواب ناصري، حنا راه جواب أكاديمي، جواب اللي كاين، جواب ماشي سميتي، هذا الجواب الطريقة ماشي ديالي أنا، هذا جواب عالمي ماشي طريقة ناصرية، هذه طريقة عالمية قراها في آكل سير 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 دوزيمي، هذيك دوزيمي اللي في التلفازة تصمت ليها غاش غتقول لك. وقد سجل مؤشر ماديكس تراجعا بنسبة بينما شارك ألمنيوم المغرب ارتفاعا، بينما تشارك أكبر ارتفاع سجلها ألمنيوم المغرب يليه ثم راه تيرتبوا تما في الأسهم، راه في النشر الاقتصادي بلكن ترتبوا تما الأسهم اللي شهدت أكبر ارتفاعا بينما تشكل أكبر تراجع. إذا شنو التراجع؟ شنو التطور؟ تطور كورونا، إصابة بكورونا في المدن بالترتيب تفاوت، اكبر ارتفاع، ثاني اكبر ارتفاع، ثالث اكبر ارتفاع، رابع اكبر ارتفاع. ماشي كلشي ارتفع، كلشي ترتفع ولكن يرتفع بنسب. كاين اللي اكبر ثالث في احصائيه ديال كورونا، تيحطوهم لك في احصائيه ديال كورونا تطور جبتي جملوه ولا راه تسجلوا لك الدار البيضاء الاولى صحاب زائد من الاولين، ولكن ترتبوهم هادشي راه عالمي اصحاب الايكونومي، محتاج نقول لكم هادشي، هادشي دمكم. قراءة أي ظاهرة في التطور تفاوت بين الدول من حيث التي تشهد ارتفاعا، دول التي تشهد ارتفاعا بالترتيب، ودول التي تشهد انخفاضا بالترتيب من الأكبر إلى الأصغر. نتمنى تكون فهمتيني. مازال ما جبتش، أنت هنا شنو جبتي لي قبيلة؟ جبتي لي 16 ولا جبتي لي 16؟ 16 ولا 19؟ ما بقيتيش. نو لا حيت انت ما وداك قبل ياك. هو اذا شوف 19 نشوفو 19 غادي يكون تصور التطور، حيت هما عزيز عليهم التطور والسلام لا العادي شتي، كانوا مناسبين مع دول شهدت تطورا ودول شهدت تراجعا. اي امتحان بغينا ندوزو دابا غنسالو غنديرو كاع الامتحانات الجويه وصل الله يرحمه غادي نشوفو التطور هذا ما هو معندوش شي ديما التطور ديما والله العظيم ديما تبارك الله على الملك شينو خلاص هز عينك فيا صف وتيرة تطور إنتاج القمح. ماشي الناتج داخل الخام، ماشي إنتاج دابا القمح، أي كان القمح الحي حتى هو تطور إنتاج القمح. أجي نشوف أنت تطور إنتاج القمح هاد، وتبارك الله الخير. أجي نشوف شكون اللي زايد وشكون اللي ناقص، حيت إحصائية فاتوة قدام صدق قدام 98 ولا 134 زائد 74 و 47 ناقص 33 36 زائد او 36 زائد جوج زائد وحنا ناقص، هذيك اللي ناقص معي معاه هضره، هذيك اللي ناقص هذيك اللي ناقص معاه هضره، ميريكان ناقص ها
هذه زائد هذه زائد غربتو زائد دوا شوف معايا مزيان اولدي 98 نقصوا منها 134 او 134 حيدوا منها 98 ديروا ليا 834 نقصوا منها 98 شحال جات الدراري وفكروا اللي يقولوا ليا تقريبا شحال جات 36 36.1 يلا 47 36 نقصوا منها 33.9 اذا غتجي 3.6 ايوا سي وحده عندها 36 وحده عندها 3.6 شكون غنسبقوا الصين هي الاولى ثم فرنسا اما الدول التي تراجع امريكا بوحده اذا شكون الدول اللي تراجعت هي الصين هي الاولى اجي نشوفوا الجواب ديالهم اجي نشوفوا الجواب ديالهم او ما حتى جاوبنا اوكي غندير لكم جواب من بعد تتمنى ولادي تكونوا فهمتوا ليا سير التطور شوفوا ليا كما فهموا سير التطور واش فهمتوا كامل سير التطور حطوا ليا 2014 2015 اللي كان سير التطور واش فهمتوا ليا دراسه التطور واش فهمتوا ليا سير التطور وجاوبوني وابنادم واخر مره غنهضروا في هذا الموضوع واش فهمتوا على سير التطور وادراري ودعيتكم الله جاوب وخيتيه وتجاوب حديد حشدك من فمك بنادم وتحلق فيه ابانك وتسرق وتتصمت انت الله يبان من تحيد الكسب من يدك صمتي لا 14 قلت لك 15 كان كلامي كان واضح 14 15 هذاك 13 عندنا واحد السيد تيشوف في واحد الميساجات هذا 14 15 اوكي 14 15 اش دابا غنعلمكم من غير سير التطور ماشي امتحان وصلت مجال سير التطور اش تقول مجال سير التطور اش تقول الله وصلت مجال سير التطور تتقول هذه فوجي مجال سير التطور قول لي يا رشيد شنو غيجي من غير سير التطور ها هي شي على حسابك رشيد ما بكاش تمزح يعني اما سير التطور اما هذه اللي غتقول دابا قولها قارن بين القوى الاقتصاديه قارن بين المغرب والمغرب والعالم العربي من حيث الماء قارن بين المغرب من حيث التربه قارن بين المدن المغربيه من حيث دور الصفح قارن بين قارن 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 بين مدينه ومدينه قارن 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 مجرد مقارنه قارن اجي نقارن واش فهمتوني قارن واش كلشي معايا قارن شنو شي مزح سردوا لي مسحوا هذا الشيء قارن 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 شوفوا معايا هنا نهار يقول لي قارن اشنو هو يعني الرتب من الاكبر الى الاصغر مزيح يعني الرتب من ماذا الى ماذا الرتب من الاكبر الى الاصغر صافي اذا نهار قارن اش غنكتب لهم نلاحظ من كتب لي الجواب قارن بين الدول كتب قارن بين القوى الاقتصاديه الى ما كانش عندي سير تطور باء الى ما كانش عندي سير تطور يعطيني قارن قارن بين القوى الاقتصاديه من حيث قيمه المبادله التجاريه هذه قيمه بين المبادله غتبدل قيم الخصص المائي الناتج الداخلي الخام الفقر نسبة التمدرس أي حاجة نقارن بين الدول الجواب نلاحظ من خلال الوثيقة واحد أن الولايات المتحدة الأمريكية وبين قوسين الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المرتبة الأولى قال على الجواب تحتل المرتبة الأولى في التصحر تحتل المرتبة الأولى في الفقر تحتل المرتبة الأولى في الناتج تحتل المرتبة الأولى في تحتل المرتبة الأولى في تحتل المرتبة الأولى في تحتل المرتبة الأولى في تحتل المرتبة الأولى خليهم يعزلوا شوية في المهم تحتل المرتبة الأولى في
اختار اللي بغيتي المسلم. جميع جهات المغرب غتختلفوا فاش كل واحد يحتل المرتبة الأولى فيه. في ماذا يحتل المرتبة الأولى من حيث قيمة المبادلات التجارية؟ يحتل المرتبة الأولى من حيث قيمة المبادلات التجارية. يحتل المرتبة الأولى من حيث قيمة المبادلات التجارية. تالي وي سربعة لا زكزكا برافو مشتاش برافو زربت زرابو ما دعوا في سميهم هاي 4000 هذه 3000 هذه 4000 وانا غلط وي وانتم شتوني غلط ولا ما شتونيش ربع آلاف ومئة وتسعود وخمسين يعني ما تزلش ما تيقش راسك كانت شوف هاي 4150 أنا غلط أنا مخطئ صدقت البنية وأخطأ الناصر 4159 هي المرتبة الأولى إذن الصين هي المرتبة الأولى تاليها في المرتبة الثانية الولايات المتحدة الأمريكية ثم اليابان وفرنسا وكوريا الجنوبية أما البرازيل فتأتي في المرتبة الأخيرة انتهى الجواب نتمنى تكون فهمتي ليا الجواب ديال قارن بين الدول إذا جاي الامتحان غادي يكون عبارة عن مبيان اللي هضرنا عليه أو يكون عندنا سير تطور أو قارن بين الدول من حيث في الامتحان إن شاء الله بإذن الله غنلقاو هذا التمرين هذا إذا غتمشيو السات وجد معايا بزاف ديال الامتحانات خصك تحط بزاف خصنا نحطو بزاف ديال الامتحانات غنمشي نجمع لكم واحد السيريات بزاف ديال الامتحانات وتجاوبوا شوية السؤال الأول السؤال الثاني من عندكم ما تقجروا لي في السؤال ثلاثة والسؤال أربعة السؤال ثلاثة وأربعة ما تجاوبوش لي عليه ما تنهضروا عليه من بعد نهضروا عليه تلقى الدولة كذا نهضروا دابا على السؤال واحد وجوج مبيان الشروحات والسؤال الثاني سير التطور علاش خمسة النقاط هذا نص المادة صاحبي نص ديال المادة شي لاخر الاشتغال على الوثائق نص المادة مبيان ولا شروحات ولا سير التطور هذه هي قوتكم في العرض في الجغرافي التطبيقي المرض تمشي قبل المقالي مسوقه كاين باذن الله اللي حافظ غيجيب لكن فين هو الدري اللي ما تيجيبش النقاط اللي ما تديهاش في البراتيك للمبيان تيتسبي للشروحات ما حافظهمش للسؤال ديال السب تيغلط فيه اللي ما تيغلطش في هذا الشيء غادي يجيب باذن الله غتجيب اعلى نقطه خمسه ديال النقاط دخلها في طنج ال بغيتكم دابا نهار امتحان نهار يتحطوا الامتحانات غنجمعهم لكم كاملين بجهه بجهه كاع الجهات اللي داروا التطبيق بغيت نشوفوهم يكون الجواب ديالي السؤال الاول والسؤال الثاني اما السؤال 3 و 4 عندي وهنا في مختلفين نتوما 3 و 4 اذا كل واحد فيكم يركز معايا الله يرضى عليكم كل واحد فيكم يركز معايا في هذه الاسئله هذه مبيانات والشروح غنسالي دابا غنصيفط لكم امتحانات تخرجوا ليا غنصيفط لك بزاف ديال الامتحانات نحطهم في الصفحه غتشدهم تخرجوا ليا العرض الاول المبيانات وتجاوبوا ليا على السؤال الرقم 2 تبارك الله عليكم نلتقي غدا ان شاء الله في الثانيه بكالوريا الثانيه بكالوريا مع السبعه واولى بكالوريا مع التسعود تصبحون على خير